انت تبي تنجز، تبي خلينا نقول تستمر بالرياضه بالتمرين، فمن الافضل ان ما تكون بروح. حتى لو كان عندك الحماس العالي ودك تنجز، بيوم انت راح تحس انه بروحك. اذا تبي تلتزم بالرياضه، تبي تشوف اراده تصير قويه، لازم تتعاون، لازم يكون معك شخص او اشخاص اللي ممكن انت تستمد قوتك منهم، وممكن انت تعطيهم ايضا من قدراتك وابداعاتك. يعني بتروح النادي الحين، خل صديقك يجي معك، يعني لا تروح بروحك، اخذ معك واحد صديق يحفزك. ما عندك هذا الشخص، مو مشكله، شوف المكان النادي او المكان اللي فيه ناس، فيه جروب من الناس المتحمسين، عندهم الحماس العالي، عندهم نفس الأهداف، نفس التطلعات. مثلا خلال الجروب الرياضة كلهم يبون يحرقون دهون، يبون عضلات، يشوفون نتائج حلوة، يستمرون، يصير نمط حياة صحي. فالأفكار هذه راح أنت مو بس تستمدها، راح تصير جزء من حياتك، ولأن أنت مع مجموعة يتعاونون مع بعض، فأنت راح تعطي أفضل ما عندك، راح تستمد منهم قوتك أيضا، وهم راح يعطونك بعد افضل ما عندهم، والكل راح يستفيد. يعني مو انت قاعد تفكر بروحك اني استفيد، لا، بالتعاون الكل راح يستفيد، فانت الفايده راح تصير وايد اكثر من لما انت بروحك.